نختم الجولة من السودان وفيها نطالع الشيوع يعلن الخروج في موكب 3 يونيو لإسقاط الحكومة. أعلن الحزب الشيوعي خروجه في الشارع في تظاهرات ومواكبة في 3 يونيو داعيا إلى إسقاط الحكومة الانتقالية وإيجاد البديل الثوري. وقال عضو اللجنة المركزية للحزب كمال كرار للسودان إن مواكب 3 يونيو تأتي مع حلول الذكرى الثانية لمجزرة فدع اعتصام القيادة العامة، وأشار إلى أن بطء عمل لجنة التحقيق في فض الاعتصام جعل لجان المقاومة والكتل الثورية تأخذ انطباعا سيئا عن عمل اللجنة. أستاذ أشرف، يعني الشيوعي يتمترس حول هذا الموقف الرافض ويشارك في مواكب 3 يونيو، كيف تنظر إلى تطور مواقف الحزب الشيوعي منذ بداية الثورة وحتى الآن؟ هي بالتأكيد في البداية كانت هي مواقف مؤيدة للثورة، وكانت الحزب الشيوعي متقدم الطليعة وخرج مع الثائرين وكان جزء من التغيير الذي تم، وأيضا شارك في التفاوض مع المجلس العسكري، إلا أنه في خواتيم هذا التفاوض كان لديه رأي مغايرا باعتبار أن الوثيقة الدستورية لم تعد تمثل آمال وطموحات الشعب السوداني ولن تؤدي إلى إزالة كل آثار النظام البائد، وبالتالي خرج الحزب الشيوعي بعد عدد من المجادلات والسجالات بينه وبين متحالفيه ليخرج ببيانا معلنا أنه انسحب من قوى الحرية والتغيير ومن تحالف الإجماع الوطني الذي كان هو يمثل أحد أعمدته وركائزه الأساسية. خرج الحزب الشيوعي ومن ثم بدأ يعلن رفضه الواسع لكثير من سياسات الحكومة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي إلى أن وصل إلى مرحلة الاتفاق على إسقاط النظام، وهي مرحلة جديدة يكون فيها الحزب الشيوعي تحالفا جديدا مع الأجسام المطلبية وبعض تجمع المهنيين السودانيين ومع آخرين لإسقاط النظام، باعتبار أن الإصلاحات من الداخل باعتبار أن محاولاته للإصلاح من الداخل قد فشلت، وهذا هو الموقف الآن الذي فيه الحزب الشيوعي. طيب ما هو البديل الثوري الذي يريد أن يجيده الحزب الشيوعي على الأرض؟ هو يقصد أنه يتم إزالة كل الآثار الماضية ويتم إزالة اللجنة الأمنية ومحاسبة كل المسؤولين من جرائم في عهد الإنقاذ ويرجع كل الأموال المنهوبة من وكل أموال الشعب السوداني المنهوبة في عهد الإنقاذ وما إلى ذلك، وبالتالي الثوار ولجان المقاومة وتجمع المهنيين هنا الآن هم من يعتبرون الحزب الشيوعي بديلا اساسيا للحكومه القادمه وهم يمثلون الثوار الحقيقيين. يعني كيف تتوقع ان تتفاوض الحكومه هذه المره مع كل الاجسام المطلوبيه او يعني التفاوض مع الاجسام التي يعني ستخرج لاقتلاع هذه الحكومه في هذه المره؟ هنالك اجسام لديها بالغ الاثر مثلا مثل اسر الشهداء، وهي بالتاكيد هذا هو الجسم المؤثر والاكثر بريقا، والحكومة تحاول إيجاد علاقة معه حتى تحاول تهدئته لحين الوصول إلى تحقيقات، كما ذكر كمال كرار القيادة بالحزب الشيوعي أن اللجنة هي حتى الآن بطيئة، واللجنة تقول أنها تنقصها كثير من الإمكانيات اللوجستية، ولكنها في تنوير قبل أيام ذكرت بأنها تحققت حتى الآن مع حوالي 500 شخص وأنها الآن تحصلت على حوالي 300 فيديو وأنها الآن في مرحلتها النهائية الثانية، وإذا أكملتها يمكن أن تصدر تقريرها خلال 3 أشهر باعتبار أنها كافية، ولكن في هذا الوقت هذا لا يرضي كثير من الثوار. إذن هذه هي النقاط التي تجتمع فيها القوى التي ترى في أن اللجنة لم تقم بدورها كاملا مع الحزب الشيوعي السوداني. طيب ماذا عن مشاركة الحزب الشيوعي وكوادره في الحكومة الانتقالية؟ ألا تحمله المسؤولية مع بقية الأحزاب عن الوضع الراهن؟ هو في الغالب يعني فيما يتعلق بالمشاركة ليست هنالك مشاركة رمزية للحزب الشيوعي في الوزراء مثلا أو في المجلس السيادي، ولكن هنالك مشاركات بحكم التوظيف، وهذا حق طبيعي لأي مواطن أن يكون وكيلا لوزارة أو يكون موظفا كبيرا بأي وزارة، هذا حق طبيعي. فبالتالي لا علاقة للحزب الشيوعي بأنه إذا كان أحد المواطنين السودانيين ينتمي للحزب الشيوعي ولكنه تنسب مقعدا في أحد الوزارة هو مقعدا رفيعا، ولكن له ليس الوزير بالطبع، وهذا هو المنصب السياسي الذي ينبغي أن يحاسب عليه الحزب إذا كان مشاركا فيه. حتى إذا كان واليا لإحدى الولايات حتى الآن هنالك فقط اتهام لوالي الجزيرة، ولكن تم تصعيده ليس من الحزب الشيوعي السوداني إنما من مكونات خاصة بالمجتمع المدني. طيب اللجنة ذكرت أنها يعني ستقدم تقريرها خلال 3 أشهر من الآن، لماذا لا ينتظر الشيوعي صدور التقرير ومن ثم بناء مواقفه بناء على هذا التقرير؟ هي يمكن أن تكون هذه الضغوطات على اللجنة حتى أن أحد
النشطاء كانوا قد علقت وقالت ان النجمه هي نفسها اللجنه نفسها هي يمثلها اعضاء بالحزب الشيوعي، وقالت ان اربع الممثلين للمكون المدني احدهم نبيل اديب هو رئيس الجبهه الديمقراطيه للمحامين وهي ذات صله بالحزب الشيوعي، والاخرين ايضا هم اعداء وذكرتهم بالاسم انهم ينتمون للحزب الشيوعي. اذا هذا هو السؤال، لماذا الحزب الشيوعي غلقا اذا كان لديه اعضاء ومنتسبين او من كانت لديهم صلات بالحزب الشيوعي ويمثلون واجهاته في هذه اللجنه من قرار اللجنة؟ هذا من المفترض أن يسأل عليه أيضا، يسأل منه الحزب الشيوعي نفسه. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أمجد عبد العزيز، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.